السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمناكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وحسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الروتيني هو ديال الشقه. غنصب الحوايج وغنعمل شويه النظافه السطح وتغبر فوق. كان العجاج هاد الايام كان عندنا شي اصلاحات الدرب وكاين العجاج بزاف وكاع مغبر. وانتم معايا المشاهدين، وشكرا للناس اللي خلوا لي التعليق. خاصني نركب على الحمار ندير بي جوله وعلى العربي ان شاء الله عام قريب تشد بنتي العطله، وغنخرجكم من الباديه الى موطان الباديه العربيه، وغنخرج غندير بي جوله على الحمار على العربه على حنا كنقولها كروسه او كرويله وباللغه العربيه العربه ياك. ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين، وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا لكم الكومنتات الزوينه المشاهدين، شكرا لكم بزاف انتم معايا. وانا حيت الحوايج السخان ديال البرد، دابا البرد ما بقاش، العام بدا يسخن الحال سخان، غادي نديرهم يتصبلوا الماكينه. ها انتم المشاهدين شحال جا مع هذا كلشي، هادو السخان ديال الشتوى، هادو دينوارات كلشي هادشي ديال الشتوى. دابا غنديرهم هنا في الماكينه يتصبلوا باش يتشمشوا ان شاء الله، يتلموا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحيدوهم ونجبدوا الحوايج ديال الصيف ان شاء الله يا ربي. الماكينه عاد دايره زوينه كتصبل وتنشف، خاطر بالك هي بحال الماكينه العاديه، راه ماشي عاديه اوتوماتيك، اوتوماتيك راه كتصبل وتشلل وتنشف. عاد تي اللي كندير انا القياس على حسب، الا كانوا الحوايج غير نقيين بحال هادو نقيرها ما مصفيش كندير ما كنقويش التيد، ولا كانوا الحوايج اللي فيهم العرق او الطبايع كنقوي شويه التيد. وانتم معنا المشاهدين، وشكرا لكم ومرحبا بكم على الدكاليه حرة. ايوا خوتي خواتاتي، بعد ما كملت الصابون تسني تبرد حال، كان شويه الحال سخون، كان شويه الحراره. دابا انا غنطلع ننظف السطح قبل ما نطلع نشر الحوايج، غنطلع ننظف السطح. كانت الايام عندها شي اصلاحات كيف قلت لكم في الاول الفيديو، هنا في الدرب والدنيا مغبره وكان العجاج، غنطلع ننظف السطح وعاد نرجع نطلع الصابون. وهانتوما معايا لا معايا خوتي، وانا راه ما نخبي عليكم حتى شي حاجه، كيف قلتها لكم النهار الاول اي حاجه غنشارك معكم حياتي اليوميه اي حاجه ما نخباش عليكم. ومرحبا بكم المشاهدين، ومرحبا بكم على الدكاليه حره، مرحبا مرحبا الف مرحبا. العيالات هذا الروتين ديال اليوم حفيزي الشقه، نحيدو العكس شويه ونديرو شويه النظافه. عرفتي الغبره تصبح تغبرت شحال بقات تفيقتو، كان واحد العجاج خايب وشي اصلاحات كانت قلت ليكم. عرفتي شوف هي هاكا وكانت الصيغه ديال السيوف كتجي زوينه كتسهل السلو، كتهزو تعمر السطور وتبقاو تكبو الما بالغراب، كيضيع الما بزاف كيضيع، يعني ديال السيوف كتحط من داخل الما وكيتحيط مزيان. دابا انا غنصيغ نحيد هاد الغبره الخراب والصق هو الاول، عاد غنجي نحكو في الزافيل. انا جبت الكراطه والشفاضه وديت غنفك وطلع معايا في الزافيل، غنمشي نشوف بحال هاكا هذوك الجواهر خويت عليهم هما الاولين. دابا نكملو هنا في الواصلين، نغسل سميتو من الاولين الحيوطه، نهبط الوسط الغبره تهبط مزيان، نهبطو الوسط بحال الغبره ونجرب الكراطه. والله لا تيو لي نفعني والله غير عادي نبطو، ماشي تيو ديال هذا غير ما خدمت عليا بالصوت محطوط باخد ليا الدم وحطها ربعت نهزو جا فرميت بحال هكاكم، وانا نشوفو جربتو قبل صافي خليتو. ايوا شفتيها هو نفعك اليوم الله يلا. دابا ثاني مرة ولا كنصيط غير مرة كنصيط الصال والغراس كيما حل لي. دابا انا حكيت درتي له جريد ما غسلت بالماء هو الاول حيت الغبره، حيت ضربت بنتي كيف شفتوني خلطت ولات ولات قلت لي كتزربي كنزرب، حيت باقي مازال متبعه بالمشير وباقي ما حطروش هما مغبرين، خاصني تما نظفهم اليوم ضروري. ملي كنظف صح خاصني نظف حتى الدروج اللي حاطين حتى الدار تحت. بعد ما صيحت بنتي له جريد حكيت الارض، دابا انا غادي ندير لها الكرابه نقلبها وعاد عاودت نشلل وعاد نمسح حبال، وبان لي الحبال على الصابون كثير ما غايكيونيش، عطلت في القلبه وهانتوما معايا.
عندنا هبطت شي وطاو داك هبطت هذيك الغبره وروفه دابا غادي نمشي على القرب كيما كاين تاع في فوق ديال الطواف طيب على شي راتي يوم جا تبارك الله انا غير كنصور وصل ليا الماء ما كانش هنا بحال بقا كان شويه محتلني ولكن دابا سهلت عليا الطومار بزاف ملي جبنا في الروبيني باريكا ولي كتحط بالدعاء كلها جبنا عاد شويه الماء الزاهر تاع الفلفل تاع الوسط هذه الحاجه كتصح كتعبر لي عشقه ملي كتصب عشقه كتنظفو مزيان كتجيب الصوص تاعك الله كثير عليك راه طاحت كتجي تنقى من الغبره ايوا تبارك الله عليك الله يبارك غنفزك لا صافي صافي لا 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 الكاميرا غتفزك والله ما خاف الكاميرا تفزك تفزكك كون دوشتي ليا اليوم يا مشاهدي راه في الجو سخون حتى الماء دابا في الصباح في السخونه ديال التدواش عطيني عطاك غنفزك غتفزك كان النص ديالي الكاميرا تلقاها ليا لقات لي التليفون بحالك وانا حاط التليفون اللي عندي تفزك مربوط هذه الليله كنمشي ولا نحدا بعد ما كملت السطح كنربطوها ونشف زدت واحد القنين بات ما غيقدنيش الحوايج كثار بزاف ما غيقدونيش هاد الحبال ديال السلك كنشر عندها غير ربعه هما اللي بقى واحد كنقطع وزدت شي قنين بات دير باليت بيهم ودابا غنمسحو الحبال من الغبره نسطوهم ضروري كلشي على النظافه ياك اخوتي اخواتاتي النظافه زينه النظافه من الايمان هذا هو حال الدكانية ضروري انا نشارك معكم اي حاجة كيف عندكم النهار الاول نشارك معكم كل شيء راه حاجة ما نخبي عليكم ودابا ندوز عاد نشير من غد بدا غطرة كثير تبارك الله كثير مع الماء في وجهه البرد كيف وريتكم قبيلة يا بسم الله غندير الحبال من اللي وعاد تنجي باش مابقاش ندوز وقت الحوايج صبق هادو هما الاولين المقصار ايوا نعاونك في المشار لا بلاتي كان المشوار هاد السيرفيطات هما الاولين نقلبهم على قبل باش ما يبهاتوش الشمس مع هاد الحر اخي جر يجر الشمس تاعي تيبهات السيرفيطات هما الاولين عاد جا نشر معايا عاونيني حتى ما عاونتيش راه غنبات اليوم انا ايوا دابا خوتي خواتاتي انا كملت الشاشة تبارك الله شحال تاع الحوايج من قبيله شويه كنت غنبات نشر لهم في السطح غير شويه كما عاوناتنيش زينب كما عاوناتنيش كات خويتكم الدوكا اللي غنبات لهم تنشر حتى الصباح شوف دوك الحبال اللي من هنا واش غيبان ولا ما يبانوش وسميتو شوف هادي الناف ديك ماشي النافوره فالورا الفالورا هاي الفالورا ديال الجديده معروفه اي واحد تقول لي حدا الفالورا معروفه هاي شوف تبارك الله ديرا كتبان بعيد على الجديده بشي 30 كيلومتر وكذاك ملي كتشعل في الليل كذاك الضوء ديالها ديال الشعاع كيبان واخا هي بعيده حيت هي عاليه بزاف ها انتوما اخوتي خواتاتي بعد ما ساليت المشار كيف وريتكم نتمنى هاد الفيديو تاع اليوم ما يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويعجبكم ونشارك معكم شويه بنادم يدير شويه ديال النظافه ودوت الفيديو راه تحفيزي وحتى تبارك الله بنتي كتضحك لي اخوات تبارك الله الحيد قالت معروف اي وحده ربات بيت تبارك الله وتحيه حتى الموظفات المساكره كاين اللي كطيب بالغدا ديالها في الليل وكتشقى في الليل وتصبر وتجي من العمل ديالها تحيه لهم كبيره ودابا انا غادي قبل ما نودعكم غادي نهبط سميتو راه دابا غنقول لكم بالسلامه لقداس ما تخافش لكم اخوتي واش كتضحكي فرحانه حيت كملتي عيشه انا خوتي خواتاتي كل نهار كنشارك معاهم اليوميات ديالي كيفاش كيدوز ايوا واش تقولي الناس اللي عجبهم المقلب وضحكوا بزاف قول لهم ان شاء الله مرحبا بكم الناس راه قالوا لك ان شاء الله هذه جمع حاله مشاهده بقات جعدي والله الا تدخل عاد مسكينه الله يسمح لي منها الناس راه قالوا لك تعرفي تمثلي راه انا المشاهدين تصدمت فيها راه بناتي كانوا غير ديبكيو شفت علاش انا جا المقطع جا الفيديو قصير راه بناتي تخلعوا كان وبعض الناس قالوا لك علاش ما طولتيش لينا المقلب بزاف علاش درتيه راه شفت كومنتات قال لك علاش حيت خديجه قتلت الخلعه واش تخلعت شكون ولات كلها خفنا انا تهرب
الله يسمح لي منها. علاش انا حاول ندير لها هذا وكون مع المهرسين باش تاك شويه، وراه قبل ما نحلوا الكاميرا راه عاودت ليها وقلت لها خديجه راه في هذه الايام راني مريضه وكنبات نحلم بالليل وكيبانوا لي بنادم، قلت لها في بعد الجنون ولا شنو، مشي لابس الابيض مشي لابس الاحمر وفي الدوخه وفي الدوخه ومع قلت لها كنكون ناعسه بالليل كيطيحوا كيبداو نسمعوا كيتهرسوا البيبان كيتحلوا يصدوا قبل ما تيقتها مسكينه. وخرجت تعود تعاق على التليفون مالو ما كاينش، نعاودو تعاق بينا مشينا خبينا وقلت لها راه طاح طاح ترشات ليها في الشغل، بديتو عندنا معلم وعدت قضيت من الماشي قضيت العشاء وجيت. ايوا الحمد لله المقلب عجب المشاهدين، واللي مازال ما شافها انا نخلي ليه الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم عاد فاتكم الدوكه ليا هذه في خاطر المشاهدين، راه قبل رمضان وفي رمضان تيقول لي ديري شي مقلب ثاني في خديجه، خديجه راه ولات عايقه بيا المشاهدين ولات عايقه لي، ولكن ماشي تحت طيحت الشبكه يعقوب المقلب خويا راه حالت ليا ما عطاتش مقيده ليا، ولكن بيني وبينكم انا غندير لها شي مقلب اللي واعر باقا ما غديرلاش باقا ندير لها المقلب خديجه. تخلعت مسكينه والله الا تخلعت البارح، عرفت شنو كتقول لي ترى قصدنا مع هذاك ولات كتقول لي نعيط لك على مول الرقيه واش كتعرفوا شنو مول الرقيه، درت التلفازه فيها القران هذا ولات مسكينه كتقلب التلفازه كتقلب لي على القران الله يسمح لي منها مسكينه. عرفتي بديك الخلعه عبسات في المرقه هذاك الشيء اللي طاح في من الطاجين عبسات فيه مسكينه عمرها لا تبقى شرها وتخلعت الله يسمح لي منها. ونتمنى المشاهدين يكون هذا الفيديو تحفيزي تحفيزي يعجبكم، وراني اختكم دوكا راني مخبي عليكم حتى شي حاجه نشارك معاكم ان شاء الله كيف وعدتكم نهار الاول، اي حاجه نشاركها معاكم ان شاء الله كيف وعدتكم نهار الاول. ودوزوا بخير، راني باقا تابعني مازال الشقه باشر غادي ننظف الدروج وباقا تابعني الشقه بزاف. السلام عليكم المشاهدين، ما تنساوش لايكات لايك 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 وجيو نشجعوني المشاهدين وكراس القناه ديالي تكبر ان شاء الله يا ربي. انا المحتوى ديالي راه زوين ونقي وتفرجوا فيه العائلات مع الوليدات ديالهم الاولاد مع والديهم ان شاء الله. اختكم الدوكا ليا ديما تكون تحت الطلب ديالكم، دير غير الحاجه اللي تعجبكم ان شاء الله وتابعونا وجاي الجديد زوين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. مازال غنمشي مازال كاين المفاجات، مازال غنمشي للباديه وغنمشي مفاجات مازال جايين في الطريق ان شاء الله. السلام عليكم.